مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي عبر سكايب من ماريلاند الدبلوماسي الأمريكي السابق وكبير الباحثين بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الدكتور ديفيد بولوك. دكتور بولوك، مرحبا بك معنا. بداية، ما تعليقك على ما قامت به السلطات العراقية من إلقاء القبض على 5 أشخاص إيراني و4 عراقيين والحكم عليهم من قبل القضاء بالسجن المؤبد، طبعا على خلفية مقتل المواطن الأمريكي في بغداد؟ أنا طبعا شخصيا أنا أرحب هذا الخبر. أنا أعتقد أنه ربما، أو أنا أتمنى هذا الخبر يكون دليل على الإصرار في العراق على حماية الأجانب في هذا البلد، وبشكل خاص طبعا الأمريكان. وأنا أعتقد أنه نحن في انتظار المستقبل القريب، هل هم الخمسة المتهمين المجرمين، هل هم يبقون في السجن أم لا؟ وأنا أتوقع أنه ربما سوف يكون للأسف ضغط من قبل إيران لإفراج عن سراح الأحد الذي كما يبدو من الحرس الجمهوري الإيراني، هو ذات ذو الجنسية الإيرانية عن هذه المجموعة. لذلك أنا أعتقد أنه نهاية هذه القصة لسه في معروف، ونحن في انتظار الخطوات التالية. وبشكل خاص طبعا أنا أتمنى أنه نحن سوف نرى الاستمرار من السلطات العراقية الشرعية. هذا ما أعلنته وزارة الداخلية دكتور ديفيد بولوك، بأن هناك 4 آخرين يتم العمل على إلقاء القبض عليهم، ولكن بالحديث عن وجود إيراني كعقل مدبر بحسب ما ورد من بيان، وهناك 4 عراقيين متورطين في هذه العملية، ماذا يمثل لك ذلك، وجود إيراني في العراق متمثل بهذه الشخصية والقيام بمحاولة اختطاف أمريكي وبعد ذلك قتله؟ لا شك أنه الميليشيات الإيرانية في الماضي شجعوا، أو الميليشيات الموالية لإيران في العراق في الماضي شجعوا استهداف الأمريكان، سواء كانوا مدنيين أم جنود موجودين في العراق. لكن الحقيقة أنه في الأشهر الأخيرة نحن لم نرى هذه الاستهدافات من قبل الميليشيات الموالية أو مرتبطة بإيران كما كان في الماضي، حسب كما يبدو نوع من تفاهمات سرية أو غير رسمية غير علنية لتخفيف التوتر بين إيران وأمريكا في المجال العراقي وفي بعض المجالات الأخرى، الذي أنا أعتقد مرتبط بالمفاوضات غير المباشرة بالنسبة للملف النووي الإيراني. والحقيقة أنه الموقف الأمريكي كما أنا أفهم يساعد السيادة الكاملة العراقية، الحكومة العراقية، على كل مكونات العراق وكل أذرع الأمن العراقي. ولكن السؤال، كيف يمكن تطبيق ذلك دكتور بولوك؟ يعني الآن إلى أي مدى برأيك أن الحكومة العراقية التي يعني يشكلها الإطار التنسيقي، إلى أي مدى هم في حرج الآن، خصوصا مع دخول شخصية تعتبر العقل المدبر في هذه العملية وهي شخصية إيرانية؟ بعض الأنباء تتحدث أنه ضابط في الحرس الثوري الإيراني، هل تتوقع بأن تكون هناك ضغوطات من الجانب الإيراني لإطلاق سراحه مثلا؟ كيف ستتصرف الحكومة العراقية برأيك حيال ذلك؟ بدون شك نحن نتوقع ضغوط من قبل النظام في طهران بالنسبة لهذا الملف، وطبعا بالنسبة لملفات أخرى في العراق، ملفات كثيرة وصعبة جدا، مهمة جدا. الضغوط الإيرانية ما زالت مستمرة وثقيلة في الساحة العراقية للأسف الشديد. والحقيقة أنه أنا شخصيا أنا أفهم
أنه من المأزق أو المشكلة لدى الحكومة العراقية، كيف يمكن التوازن بين السيادة العراقية من ناحية والضغوط الإيرانية من ناحية أخرى في نفس الوقت. ولذلك أنا أعتقد أنه التقييم الموضوعي يشير إلى نوع من ربما حل وسط لهذه المشاكل، معنى أنه إلى حد ما الحكومة العراقية، وأنا أتمنى إلى حد كبير، سوف يستطيع أو تستطيع أن ترفض الضغوط الإيرانية، ولكن في بعض القضايا نحن نتوقع بشكل واقعي أنه التفاهمات الإيرانية العراقية على سبيل المثال بالنسبة للتجارة والبنوك والمال المجمد الإيراني في البنوك العراقية، نحن نتوقع نحن سوف نرى نوع من إجبار الحكومة العراقية للاستماع للطلبات الإيرانية. وعفوا نعم، شكرا جزيلا على هذه المشاركة، ضيفي من ميرلاند الدبلوماسي الأمريكي السابق وكبير الباحثين بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الدكتور ديفيد بولوك.